لما تفكر فيها الطباعة صار لها 30-40 سنة ما تغيرت، الأكل، سفريات، كل شيء صار أونلاين، بس الطباعة ما تغيرت. لما أنا كنت في بريطانيا في الجامعة كنت أبي أطبع بوسترات حق الغرفة، ومن هناك كل شيء أونلاين، فرحت حصلت لي موقع تحط الصورة أونلاين يطبعونها لك ويوصلونها لك. ولما رجعت البحرين وأسست أول شركة واجهت صعوبة، أي شيء أبي أطبع إذا صغير مثلاً لازم يلا أروح للمطبعة أبرك أقعد معاهم وانتظر، يعني ساعات أضيع ساعتين على شيء بسيط كلش، وإذا كان شيء عود لازم أكلمهم يسوون لي تسعيرة، أبي غير شيء لا بعد يوم يومين لما يغيرون في التسعيرة. فقلنا إحنا ليش ما نأسس موقع كل الطلبات نأخذها أونلاين على الموقع ونوديها للمطبعة ويطبعونها، نريح الزبون ونريح المطبعة. فبدنا ندور مطابع عشان نتعاون معاهم، حكم ان احنا ناخذ الطلبات اونلاين من الموقع ونعطيهم كل الاوردرز وهم ينفذونها، بس ما حصلنا ولا مطبعه كانت توافق تعطينا سعر ثابت، تايم فريم محدد، ولا حتى ضمان الجوده. فقلنا الحل الوحيد ان احنا ناسس مطبعتنا الخاصه، بس ذاك الوقت يعني ما كان عندنا الامكانيه، يعني من 2016 ل 2019 خلاص توزن هولد لما كنا نجمع خلينا نقول الفلوس يكون عندنا الامكانيه. ففي 2019 الحمد لله يعني البزنس واز دوينج ويل، وي مانج تو سيف اب ديسنت اماونت اوف ماني. ف 2020 جهزنا المكان، جهزنا المطبعه وكل شيء، فخلاص احنا صرنا يعني ان وي ون ستوب سوليوشن، نحصل كل الاوردرات وننفذهم في نفس الوقت كله على الموقع وعلى مطبعتنا الخاصه. من فتحنا الموقع حصلنا طلبات، حصلنا الفيدباك يعني من الكاستمرز شيء خيالي، يعني الكل كان يستمتع بالتجربة بالمنتجات. احنا رأيتنا ما نكون بس متواجدين في البحرين، بالعكس احنا اوريدي طلعنا لدول الخليج. لما تفكر فيها ما في يمكن ولا مشروع واحد خليجي قرر يطلع برا العالم العربي. برنت مي من المشاريع الوحيدة اللي اتوقع اللي نقدر نتوسع بشكل سريع، ان حتى ننافس الشركات العالميه، ننافس الشركات الموجوده في امريكا وفي اوروبا.